طب ساكت يعني، انا اقف قدام الرئيس وجها لوجه كده؟ ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال اعتبرنا انا الرئيس. قول اللي جواك. يعني سيادتك مالك يا ابني؟ في ايه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول قول مالك. بالنسبه يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. انا بقول نفسخ الخطوبه وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدوله مش ناقصه سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ انت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1270 جنيه كل شهر اقساط بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك. توك توك؟ ايوه التوك توك. زائد 170 جنيه قسط الموبيليا اللي انا بعملها في المناصرة، ده غير المنجد. منجد؟ حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت مقفلة في وشي زي الدومنة، والحكومة نازلة في تصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحة والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب، حد يمسك الريس بالطريقه دي؟ ما انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكله تهاني، انا عندي مشكله 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس. حرام عليكو. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي انا، حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال اسمع واحد فاشل زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، انا اصلي على باب الله يا ابني. كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ مساء الخير يا ريس، ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلمه على موضوع تهاني. تهاني؟ انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة والزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. منورنا يا محسن بيه، اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟ ما انت زي القمر اهو. اصل الواد رأفت وراني صوره ليك امبارح، كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضو كان بيقول لي كده. بيقول لي كده؟ انما ايه ده كله؟ بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رأفت موصيني على حضرتك بالذات. انت عرفت رأفت ازاي؟ في الكلية، أصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمة اجتماعية، حبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رأفت دخل تجارة وأنا دخلت أداب، وبعد ما خلص تجارة كمل في حقوق وأنا كملت في رياض أطفال، وهو دلوقتي إيه؟ ما شاء الله في المعهد العالي لإعادة إعداد القادة المتوترين. أنتم مقضينها بقى شهادات ومفيش جوائز. هنعمل إيه بقى يا باشا؟ ما إحنا عايزين نكون نفسنا. ما أنتوا بقالكوا 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رأفت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رأفت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. الاقساط؟ وانا معاد هنا في الاقساط. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا ده رأفت؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصه اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال. والله يا ابن حلال. مش انت، انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ تهت ازاي؟ ايوه يا راجل. يا
اسمعيني بقى يا بنتي، انت مش فاهمة ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبة وطبت على دماغي. الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي. انا كنت فاكرة كده، تهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البص اصلا متأخرة ولازم تطردي النهارده. شوية فول بقى يا باشا، عمولة مخصوص من عند الجحش. كيف تروح علمي؟ دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما ادريتش بنفسي. راجيه بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسه الجدوى بتقول ان القناه الفضائيه هتخسرنا كتير. الله، مش انت قلت لي ان اي مؤسسه اقتصاديه يلزمها مؤسسه اعلاميه عشان تسندها؟ كوبايه ميه لو سمحت. يا فندم لو سمحت، بعد اذن حضرتك عايز اقول حاجه مهمه جدا. المؤسسه الاقتصاديه نفسها منهاره، فهل من المنطق ان احنا نجيب مؤسسه اعلاميه تسند اقتصاديه؟ هذا سيزيد الانهيار بل كده. وبعين يعني كان اتعلمنا مع حضرتك عن دراسات الجدوى، مع احترامي لها، دراسات جدوى في كثير احيانا بلا جدوى. وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصاديه، وانا بتكلم من منطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات اخرى لكن في حالتنا لا. يلا رفض مالك. انا اسف جدا يا فندم، ستك انا اصلي اول مره بشوفها بالنهار. سيادتك تشوف مين؟ حسب تعليمات سيادتك. أيه. انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت بلطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشي؟ انا مش فاهم. هو فكر كده؟ لا، ده يبقى شكاك كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي، انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 لا، مفيش أي خلاف بيني وبين الدولة، بالعكس، ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل. إحنا بس عايز أقول لحضرتكم على خبر جديد، اللي إحنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لأن بوبوس بيدي معنى يا نهار أبوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح أطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، في مفهوم بحراوي أبيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحية الاقتصادية في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص يعني بالموزز برضو لو فيه بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الاحمر، والامور البحر الاحمرية واضحة كما يلي. فهناك بحر احمرية ده انت الاحمرية، انت مالك، انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناة بوبوس الفضائية تنطلق من ميدان الانتاج العالمي؟ لا، هي هتنطلق من هنا من قلب بيتي. بيتك 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 يا روح امك، احتليته ايه؟ فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو مالكي، ثانك يو فيري ماتش مالكي. برا برا برا، امشي من هنا برا. بيتك بيتك، ولابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ ايه العبادلة دي؟ ايه لها؟ يلا ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع ده حتى ريحته معفنه راخر، والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسم. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا هجري بقى. مش هتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجة، فاهم؟
استنى يا لطفي. دي ست مش كويسه، قذره، سافله، منحطه. طب استنى بس يا لطفي، نديها فرصه ثانيه. فرصه؟ فرصه ايه يا هاله؟ يا ست فاضيه لنا اساسا. عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت. هي فوق وهو تحت. لطفي، لطفي استنى يا لطفي. محدش محسن بيه، استاذ لبيب المحامي بتاع مهجة هاني. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء ها وانا اخد عنبايه صفراء، ايه رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه، واحده حمراء وواحده صفراء ها، وانا اخد ايه، واحده صفراء وواحده حمراء. كوكتيل وايه؟ هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تاكد يا محسن بيه ان انا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد، ولذلك انا بقترح. انت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهايه قولوا لي ها، مش عايز قلب دماغ وحياتك. هتباتوا هنا ولا ايه؟ ماشي. بقول لك ايه، خد دي اديها هديه الموجهه يعني. اتفضل. السلام. ما تيجي بقى نشوف حاجه حلوه كده. ايه بقى؟ لا دي تعور والله؟ اه يعني بلاش؟ بلاش. اه بعدي. اه خليها بقى. صدر قرار من النيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شوية لغاية ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فترة التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق، واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت. ها عشان ما نضيعش شويه. اسف يا باشا، العربيات كلها محجوزه عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. بقى فتحية انتحر الحوار على كده بقى. الله، عشان خاطر الحاجة. تعرف يا باشمهندس فتحية اللي قاعدة جنبك دي جوزها مفتري. دي لا دي ايه، دي عمرها الافتراضي خلص. لا اللي جنبها، اللي جنبها اه، كل يوم والتاني قمرانينها علقة موت، تقوم سايبه له البيت وغضبانة.
ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحيه دي ترجعها له تاني. لو ترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها منين؟ يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله، ده انت الكبير تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غرق ولا مسكوك على الحدود، اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا وصلت بالسلامة يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجة، ولو غرقت يا سيدي اديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك وتبقى صرفت على ستة بس. اه موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية. العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص، لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. لقد حتفاء. الواد من دول عنده انه يموت برا ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. فلتو ثانية. لا فلتو ثانية. دي بتاعت الرجل الكبارة دوت. اللي خد نوفل. خد نوفل. ايه ده؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر، كله يأمن على بطايقه واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. اقسم هنا يا باشا. يلا بسرعة. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا. يالا ده انت راكب صفيحة زبالة، انت شكلك مصرصر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق. انزل. جاي لك. ها جاي لك اما اشوف انت مين. حلو اوي، هنقضي السهرة صباحي مع بعض. فين انت مين؟ معاك بطاقة يالا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معكش بطاقة كمان. ماشي 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 باشا. باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا 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 اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. الله انا اسف يا باشا. لا لا انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامح. قول لي مسامحك تاني بس اوعى تاخدها كلها. يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها حاضر يا باشا. مع الف سلامه. رأفة تهاني، عايزه كل حاجه مظبوط، عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي، عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام معجة. لطفي بيه ده راجل هايل، ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب. وعقبالكم انتوا كمان. قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. حاجة غريبة، حد يسأل واحد داخل بيتهم يقول له انت رايح فين؟ فيك الدنيا بتنطط في وشي، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب أنا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. أنا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي، كفاية اللي حصل لي المرة اللي فاتت، اتفضل امشي من هنا. أمشي وأسيب الناس اللي جاية بيتي؟ طب أرحب بيهم حتى، إحنا برضو ناس بتفهم في الأصول. يا رأفت! تهاني! يلا! طلعوا برا! محسن ده المفاجأة الحلوة دي يا فندم. ازيك يا تهاني؟ ازيك؟ لا 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 معقولة، ده رب بتاع عيالي النهارده يا باشا. ازيك يا رأفت؟ وازاي أمك؟ الحمد لله، كانت عاملة جمعية سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعة السرير وأكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسرة أخرى، وعملت إيه؟ أبداً، جت استلفت من أمي. يلا برا. برا. طب ثانية واحدة. برا. ثانية واحدة والنبي يا مدام هتصور مع الباشا. امسك دي. صورني يا رأفت مع الباشا. الضحكة الحلوة بقى يا باشا. يلا امشي برا انت وهو. يلا والله عيال زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. بصي بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة شو بيحبوا بعض قد ايه، ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتزل الناس اللي جاية دول وناكل لقمة خفيفة وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونة ولما الجنونة بتركبني ما بشوفش قدامي؟